كنت أسر أقول لأمي يما أنت دارية أذاني بيوجعني أذاني بيوجعني يما. قالت أنت دارية سيري عند جدتش اللي كانت شقنا، سيري عندها وقولي لها أذانيش بيوجعنش ويعت ديلش تروفها من حق التيمة. قلت يما بيت أفتجع أنا ما ودي تروفها عند التيمة سوقيني عند الرافع. قالت التروفة حق التيمة أنا زيان من عند الرافع المخريط. وأنا سرت له عند جدتي وأنا بيت أدقدق يا ولي بعد بالليلة. قالت من بيت أدقدق جدها جدها افتحي لي الباب وأنا عليزة. قالت وش وديش أنا راقدة. قلت أنا ودي أذاني بيوجعني يا جدة وأنا بتبكي بيصدن عليا. قالت وش ودش؟ قالت وبيت أقولها قالت أمي افعلي لي تروفة من حق التيمان أذاني بيوجعني. قلت يا أبي حنين عيوني يا بنتي ادخلي ادخلي. دخلت قالت اسمعي سيري قطفي اللزاب في القنا معي اللزاب والدهن. صرت قطفت اللزاب ما هي طرحته في 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 قتلي بربرته وطرحت سمن أظن طرحت سمن طرحت سمن ولا ما قدو بيتبربر بزت هذاك اللزاب وطرحته فوق راسي طرحته فوق راسي وبزت المسار. قالت ماذا الحين يا بنتي ارقدي ارقدي عندي لا تسوري لا تسيري عند امك. قلت ابل امي عاد تدوق. قالت انا عسر اقولها وهي صاحت من الحلون بدره بنتش عندي يا عاد ارقد عندي للصبيح. قالت نهي يمه وش اديتي لها؟ قالت فعلت لها للزاب وفعلت لها الكل لا تدقي هي عندي شقي راقده. قالت نهي يمه فدت عيونك. ما انا رقدت لا قمت ببوكر تأميني لي تعنوك بخرت بخرت طرحت كل الليله وحامي في راسي وانا بخرت. قالت امي بيت اقول امي يما قد انا بخير قد جدتي فعلت لي للزاب. قالت انا قلت ليش ازين من الرافع من الرافع حق راس اسرائيل اشم رحم يا بنتي. قال كانت تقول امي يا بنتي قلت اي ما ايش كنتوا تاكلوا حين جيتوا للارص؟ قالت يا بنتي ما كنا نعرف شو مدبر الدولنا حين جينا لا حاجد الدوله دخلونا كان معنا بيتجوت كنا ندخل مع بيتجوت مش بارين كنا ندخل حذر اخل وكانوا يدوا لنا هذاك الروتي اللحم كان اسمه روتي وكانوا يدوا لنا الزيتي ما كنا نعرف زيتي احنا قلنا نبعر حق غنم. قلت ما نقلش. قالت انا ابصرت اول جدش ابوش كان يجلس شقي ياكل عمي كان يقول يا بدره لا تاكل من هذا هم الزيتيم هذا بعر حق غنم يضحكوا علينا. قالت يا عم هذا زيتيم ادري زيتيم مش بعر اسقي طعام. قال ايش نطعم الخر حق الغنم بس. قالت يما قالت جدتي انداري خليني انا اطعم لا هو خر لا انا اقول لك ولا هو زيتيم انا اقول لك وكل طعمت. قالت هو زيتيم لفجوك وزيتيم الكل. وبعدها قالت جدتي قام جدتي كانت حاكيني قالت انت داري كما كملنا كان يدوا لنا مرقنينه كما كملنا هذا كان لحم عمل مرقنينه ويدينا عمل مرقنينه كنا ندهن وجهنا كنا نقول هو ساعة المشحو ساعة صلاة ترتر صليط ترتر كان يسموه في التيمن صليط ترتر. وجدتي كانت وصاري ترتر قالت يا بنتي كما تكملي تاكلي دهني فونيميش وصاري ترتر من حق العرس دهنه كان يسموه دهنه